في هذه الورشة بحي المعبودة بسطيف يقضي الفنان سليم جل وقته في الحجر الصحي، يسجل فيديوهات تعليمية لطلبة معهد فنون الرسم بصفته أستاذا للفنون الجميلة بالمدرسة الجهوية بتيبازا، بهدف الحفاظ على خط التواصل بين الأستاذ وطلبته. أنا بصدد تحضير درس أو عمل بيداغوجي يتم التواصل به مع طلبة. تبع عندي الحجر الصحي اللي أنا نعيشه في بلادنا، والعمل هذا راح يدخل في سلسلة ماستر أت هوم التي أعطت فرصة كبيرة للأستاذ كي يتواصل مع طلبة عن بعد، وأيضا راح تكون فيه فايدة كبيرة للناس اللي يكونوا يعني هواة الفن الرسم أيضا. تداعب أنامله القلم بمنتهى الدقة راسما أجمل اللوحات الفنية، فهو يستغل الحجر الصحي ليطلق العنان للإبداع والتفرغ لأبحاثه النظرية. بالحجر الصحي اللي رانا نشوف الوقت الراهن، وزيادة على الدروس البيداغوجية اللي رانا نقوم بتحضيرها بين حين والآخر، أقضي معظم وقتي في الورشة، يعني متواصل مع الأبحاث النظرية والأبحاث التطبيقية اللي متعلقة بالأعمال الإبداعية التالي، ومن بينها حتى اللي تاخذ مني وقت طويل بين اسبوع اسبوعين. حال سليم هو حال العديد من الفنانين الجزائريين، أبوا إلا أن يتأقلموا مع الوضع الصحي الراهن ليبقى الفن حيا ولو في زمن الكورونا.